بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فإن الأيام أيام الله تمضي سريعا وتنقضي جميعا. الموفق المسدد من وفقه الله لاغتنامها، والمغبون الخاسر من فرط فيها وتكاسل في عمل الخير فيها. من نعمة الله عز وجل العظمى أن جعل الأيام متفاوتة، أعني يسر في أيام من الأعمال القليلة ما يزيد في أجر المؤمن، ومن ذلك ما يتعلق بالعشر من ذي الحجة، فإن الله عز وجل عظمهن، ومن ذلك تعظيم العمل فيهن. قال الله عز وجل: والفجر وليال عشر. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. استفيد من الآية والحديث أهمية هذه الأيام، وأن العمل فيهن أحب من العمل في غيرهن. اجتهدت في العشر الأواخر من رمضان ترجو الفضل والأجر، أحسنت إذ فعلت. لكن العمل في هذه الأيام العشر الأول من ذي الحجة هو أفضل من العمل من العشر الأواخر من رمضان، وفي كل خير. إذن أنت أمام فضل من فضل الله الواسع، أمام رحمة من رحمات الله الواسعة، ألا وهي أن تتقرب إلى الله عز وجل في هذه الأيام الفاضلة لتزداد أجراً وتزداد فضلاً وتزداد عند الله عز وجل رضا. وهذا من رحمة الله عز وجل أيها الإخوة، أن الله عز وجل يجعل أياماً ينشط المسلمون فيها أكثر لوجود دوافع الزيادة في الخير. فمثلاً في مضاعفة الأعمال ما جاء في فضل ليلة القدر خير من ألف شهر، ومثل هذه الأيام أحب إلى الله عز وجل العمل فيها من غيرها. إنه ليدفعك بل يحثك إلى أن تتقرب إلى الله عز وجل، أولاً بأداء ما افترض الله عليك، وثانياً أن تكثر من الصالحات والمستحبات فيها من الصيام ومن قيام الليل، وخاصة ما ورد النص فيه في الصيام فيما يتعلق بصيام يوم عرفة. فلنكثر أيها الإخوة من التحليل والتحميد والتكبير لله عز وجل في جميع الأوقات، خاصة في عشر ذي الحجة، وأن نكثر من الصيام خاصة في العشر من ذي الحجة، وأن نكثر من المحافظة على سائر العبادات خاصة في العشر من ذي الحجة. أسأل الله بمنه وكرمه أن يزيدنا فقها في دينه، وأن يغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين والمسلمات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.